مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. الانستغرامر والممثل مؤخرا ريفكا، وبعد أن أسس ماركة ملابس تحت اسم خاص، ها هو يطلق علامة نظارة جديدة خاصة به. ريفكا بعد تداول خبر سجنه في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، غاب نشاطه مؤخرا عن السوشيال ميديا، إلى أن فاجأ متابعيه بهذه العلامة الجديدة. نجم السوشيال ميديا بظهوره في هذا الإعلان يؤكد أن خبر سجنه لا أساس له من الصحة. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.